ايه؟ سليم. من قبل ما تقول الو يا كابتن اهو، الو. من قبل ما تقول الو عارفك. عمرو مساء الخير عليك، بنرحب لازم بيك. ها؟ مساء الخير يا كابتن، مساء على حضرتك وعلى استاذ سهام وعلى كابتن حمدي. كابتن حمدي دلوقتي برضه. كابتن حمدي هنا بتضربني هناك. منور يا عمرو. طبعا بنقول لك مبروك تاني، يعني مبروك على الدوري، وان شاء الله باذن الله في يعني في انتظار افريقيا. حمدي كان لسه بيتكلم ان العلاقه ما بينكم بس مش في الملعب، لكن كمان على مستوى التفاهم ده موجود في الملعب، لكن على مستوى كمان الصداقه دي، ده بيكون خارج الملعب ودي لها تاثير ايجابي جوه الملعب. طبعا يعني كابتن، يعني احنا في الملعب كلنا يعني قريبين من بعض، كلنا تيم واحد، الاعمار بتاعت اللعيبه كلها قريبه من بعض، طيب. فده فارق معانا جدا في الملعب، وبره الملعب برضو اللعيبه كلها قريبه، وبنحاول ان احنا نقرب من بعض اكتر بره الملعب، ان ده بيأثر علينا بقى حاجه ايجابيه جوه الملعب، طبعا ان اللعيبه تكون متفاهمه وقريبه من بعض وبيخافوا على بعض، الكلام ده كله بيتعكس جوه الملعب. ايه الفرق بين حمدي فتحي واليو ديانج؟ ايه اللي بيميز كل واحد فيهم؟ لا يعني الاثنين مختلفين تماما، يعني اه حتى انا قلت قبل كده ان يعني وسط ملعب الاهلي كل لعيب مختلف يعني التاني، يعني حمدي ليه مميزات، ديانج ليه مميزات، حمدي من اللعيبه اللي هي بتبدا الكوره من صح، بتمركزه بشكل كبير بيبقى موجود في كل الاماكن في الملعب، بيجيب جوان، بيلعب بدماغه، يعني مميزاته كتير. ديانج برضه صغير وقوي ومجهوده عالي وبرضه بيعمل الزياده الهجوميه، فيعني احنا الثلاثه او اي حد موجود غيرنا، يعني اثنين او ثلاثه موجودين بيكملوا بعض، ده اللي بينجح الفرقه بتاعتنا وبيخلي لنا شكل في الملعب. ودايما خط النص دايما يا عمرو بيكون مميزات، ان كل لعيب بيكون عنده حاجه مختلفه، يعني حاجه يعني دايما بنقول مش عايزين رقم 6 يبقى كوبي بيست، يعني دايما بنتكلم ان لازم يكون في اختلاف شويه، يعني مثلا حمدي بيزيد شويه وعنده تسديدات، ممكن يعني ديانج ما بيعملش دي، لكن ديانج يمكن عنده قوه وانقضاض، ممكن حمدي ما عندوش دي، فالتفاوت في القدرات مش القدرات، لكن كل واحد عنده مميزات فبيتكملوا بعض، ففي اي وقت يقول لك طب حمدي وعمرو يلعبوا ما فيش مشكله، طب عمرو وديانج برده ما فيش مشكله، فدي بتدي كمان مرونه وبتدي شيء ايجابي للمدير الفني. طبعا يعني هي ان انت عندك اثنين او ثلاث لعيبه بيكملوا بعض، اي اثنين منهم او ثلاثه موجودين في الملعب، فدي يعني حاجه ايجابيه للفريق وحاجه ايجابيه كمان للمدرب ان هو يقدر ينوع ويطور بشكل مستمر. حمدي ما بيتعبكش في الملعب بصراحه كده، يعني ايوه بتقول يعني بتحس انه بيسرح شويه، يعني انا لعبت في نص الملعب عارف، يعني تحس ان هو يسرح شويه فانت بتشده شويه، لا اقف شويه. بيسمع إيه؟ الكلام ازاي؟ لا لا هو بيسمع الكلام. لا حمدي مش يعني من اللعيبه الرجاله، يعني هو يعني حمدي صغير صحيح، بس من اللعيبه اللي اي مدرب يحبها، راجل في الملعب عنده شخصيه، يعني حتى في أسوأ حالاته بتلاقي مجهوده موجود، يعني حتى لو مثلا مزبوط. فنيا مثلا بعيد شويه، لا بيحاول يعوض ده بالمجهود بالجري جوه الملعب، فلا حمدي يعني من الناس المحترمه جدا، من اللعيبه اللي يعني في الفتره الاخيره فادت النادي الاهلي جدا، وان شاء الله يعني يرجع احسن من ما كان قبل الاصابه، وان شاء الله واحده واحده كده ان شاء الله ويرجع احسن من الاول. ان شاء الله باذن إن شاء الله. الله كابتن عمرو بنقول لك مبروك تاني يا عمرو وبالتوفيق، و يعني لا انا بتكلم انا مشوار مشوار الدوري، لا مشوار الدوري احنا مطمنين عليه. وعايز اقول له مبروك طبعا على الهدف الرائع اللي انت افتتحت بيه مباراه امبارح برضو، وكنت من احد الاسباب المهمه جدا في تتويجنا باللقب ده انت يا كابتن عمرو، فانت يعني الف مبروك، وده اللي هيخليني انتقل معاك للملف الحاسم بالنسبه للجميع، بطوله افريقيا، شايف بنسبه كام في الميه ممكن الاهلي يتوج بالبطوله دي يا كابتن عمرو؟ هو مش بنسبه كام في الميه، هو ده حلم، يعني طبعا حلم أكيد. اي حد موجود جوه المنظومه، سواء اداري سواء العمال سواء اللعيبه سواء الجمهور الاداره، ده حلم لينا كلنا،
اي حد موجود جوه النادي الاهلي حلم ان هو يتواجد بطوله افريقيا. يعني صحيح، بقالها حوالي 7 سنين غايبه عن النادي، ووصلنا لاثنين نهائي وما كانش معانا الحظ، بس ان شاء الله السنه دي احنا شايفين ان فرصتنا مع المجموعه اللي موجوده دي فرصتنا كبيره ان شاء الله. وكل ده يعني كل ده تركيز من اللعيبه ان شاء الله ان احنا نحقق بطوله افريقيا السنه دي يا رب ان شاء الله، ونوصل كاس عالم للانديه ان شاء الله. يعني ده حلم لينا كلنا، وان شاء الله هنعمل وهنتعب عشان نوصل للحلم ده ان شاء الله. حمدي يا رب قول حاجه لصديقك. لا يعني انا من احسن الشخصيات اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي يعني، والمستوى الفني طبعا يعني ما شاء الله. هو السنه دي من احد اسباب ان احنا خدنا الدوري بدري بصراحه يعني، هو وكابتن حمد الشناوي برده يعني، من الاثنين دول يعني انا بقول لهم يا رب دايما كده مفرحينا، وان شاء الله تجيبوا لنا بطولات كتير الفتره اللي جايه. انت معاهم ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عمرو شكرا جزيلا وجودك معانا في البيت الكبير، وان شاء الله منتظرينك ان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه في تالق دائم، وان شاء الله باذن الله الوداد ونوصل للنهائي وناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا عمرو السوليه.